فيلمنا بيبدا مع عيله هاديه عايشه حياه طبيعيه جدا متكونه من الاب جيري والام كارين وبناتهم وبيكونوا رايحين مشاورهم زي كل يوم لحد ما بيحسوا ان في حركه غريبه في الشارع وفي ثلاث طيارات هليكوبتر عدوا من فوقيهم في خلال خمس دقائق بس فبيشغل جيري الراديو وبيسمع ان منظمه الصحه العالميه كانت بتتبع اخر اخبار عن مرض السعار اللي بدا في تايوان ودلوقتي انتشر في أكتر من 12 دوله حوالين العالم وبيلاقي جيري ان في شرطي عدى من جنب عربيته بالموتوسيكل وكسر المرايه بتاعته فبينزل يجيبها من على الارض وبيلاقي شرطي تاني بيقول يركب عربيته بسرعه وما ينزلش منها واول ما بيقفل جيري باب عربيته بيلاقي ان في عربيه قدامه داست على الشرطي وسواقها ماشي باقصى سرعه وعمال يقلب في العربيات حواليه فبيجري جيري ورا عربيه القمامه لانها بتفضي الطريق وبيكون مش فاهم اللي بيحصل لحد ما بتيجي عربيه اسعاف بتخبط في عربيه جيري وبيعملوا حادثه هما الاثنين وبيجري الناس زي المجانين من حواليهم وكانهم بيجروا من حد بيطاردهم لحد ما بيبدا الناس انهم يهجموا على بعض واللي بيهجم على العربيات المقفوله هو بيفضل يخبط راسه في الازاز عشان يكسره ويوصل للي جوه وكل ده جيري بيكون مراقب اللي بيحصل وبيشوف قدامه واحد بيتعرض للعد من واحده شكلها غريب وبيتحول وبيبقى شكلها بمجرد ما بيتعض منها فورا وبيتصرف زيها بالظبط وبيكمل عد في اللي حواليه فبيجري هو وعيلته في اول عربيه قدامهم وبيهربوا بيها وحواليهم الناس بتتهاجم وبتتعض ولان بنتهم عندها مشكله في التنفس بتكون محتاجه جهازها اللي ويع منها اثناء هروبهم وبيجي لجيري مكالمه مهمه من صديقه تيري وبيقولوا انهم محتاجين يرجع لشغله من تاني وانه هيبعت له طياره تاخده من المكان اللي هو فيه وبعد ما جيري بيقفل المكالمه بيروح على اقرب ماركت عشان يدور على دواء لبنته وبتروح كارين تلم الاكل المتاح قدامها لكن بيهجم عليها اتنين بيحاولوا يعتدوا عليها وبيقدر جيري انه يدافع عنها بالبندقية اللي معاهم وبيقتل واحد فيهم وبينقذ مراته من ايدهم وبيطلع من المحل بيلاقي ان العربيه اللي كان سايقها مسروقه فبيتجه ناحيه اقرب مبنى جنبه وبيتصل بتيري وبيقوله على عنوانه وانه مستني الطياره على سطح المبنى وقت شروق الشمس وبيجروا كلهم على المبنى وبيحاول جيري انه يقفل الباب الرئيسي وراه لكن المتحولين بيقدروا انهم يدخلوه برضه وبيفضلوا يطلعوا السلالم عشان ياكلوه هو وعيلته لحد ما بيوصل لشقه فيها سكان وبيسمحوا لهم بالدخول عشان يستخبوا معاهم وبيكون صاحب الشقه مستخبي فيها هو وعيلته وبيجيب اكل وشرب لجيري وعيلته وما بيشغلوا الراديو بيسمعوا نبأ من اسم شرطه الولايه بينادي كل المواطنين انهم يفضلوا في بيوتهم وما يخرجوش منها ولو قدروا يخزنوا اكل وشرب يكفيهم اسبوعين على الاقل وان في فيروس مجهول انتشر في الولايه وبيفضل جيري مستخبي لحد ما قرب شروق الشمس وبيربط على دراعه مجلات عشان يحمي نفسه من العد لو يقدر وبيتحرك من تاني على السطح لكن بيتهجم عليهم متحولين وبيحاول جيري انه يهرب منهم لحد ما واحد فيهم بيهجم عليه ودمه بيدخل جوه بق جيري. وبعد ما بيقتله بيجري على سطح المبنى وبيروح يقف على حرفه بالظبط عشان لو اتحول يقع ويموت وساعتها يحمي عيلته منه لو اتحول لكن بالرغم من دخول الدم جوه بق جيري الا انه ما بيتحولش وبيتفاجئوا ان ابن السكان اللي كانوا مستخبين عندهم بيجري لهم بعد ما اهله تعرضوا للعض بعد ما جيري وعيلته مشيوا من عندهم وبيجري جيري وعيلته والولد على الطياره وبيروحوا على سفينه في البحر عليها البشر الطبيعيين بس على بعد 200 ميل من نيويورك وبيكون تيري مستنيهم عشان يستقبلهم وبيسلمهم السراير بتاعتهم عشان عيلته ترتاح ويناموا وبيبلغوا تيري ان رئيس مات ونائب الرئيس مفوض ما يعرفوش مكانه وبيروحوا على قاعده التحكم وبيكون انتشار العدو على مستوى العالم وزي اي فيروس بيكونوا بيدوروا على مصدره عشان يوصلوا للقاح ضده وانهم اطلقوا على المتحولين اسم الزومبي واصحاب التسميه دي هو معسكر في كوريا الجنوبيه وبيعتقدوا انه مصدر العدوى موجود هناك عشان كده قرروا انهم يبعتوا الدكتور فسباخ اختصاص الفيروسات لهناك وبيبص له تيري وبيقول له ان فسباخ لسه صغير وما ينفعش يروح لوحده وبيفهم فكره انه لازم يبقى معاه عشان يحميه لان جيري كان افضل متحرف منظمه الامم المتحده قبل ما يسيب شغله وساعتها بيبلغوا تيري انه لو رفض يساعدهم هيبقى وجوده على السفينه ملوش لازمه وبالتالي هيتبدل مكانه بمكان اي حد ممكن يساعدهم وبمعنى اصح بيقولوا له يا اما يوافق انه يحرس الدكتور فاسباخ او يرموه هو وعيلته بره السفينه مع الزومبي وبيضطر انه يوافق على كلامهم مقابل حمايه مراته وبناته وبيودع مراته وبيديها موبايل عشان يكلمها عليه وبيتحرك في طياره مع دكتور فاسباخ وبينصحوا جيري انه ما يحاولش يعمل اي حاجه من دماغه ويمشي وراه وورا الفريق اللي معاه لانهم مسؤولين عن حمايته وبتكمل طياره رحلتها لحد المعسكر واول ما بيقربوا ما بيقدروش انهم يحددوا مدرج الهبوط لان مفيش حد عايش يساعدهم وبتنزل الطياره وبينزلوا كلهم من الطياره لكن بيظهر زومبي وهو بينط على الحارس بتاعهم وبيقتله فبيتراف في وبيجري عشان يدخل جوه الطياره ورجله بتتزحلق وبيقع على الارض وللاسف بتخرج رصاصه من المسدس اللي هو ماسكه وبتدخل في راسه وبيموت فورا وبعدها بتظهر قوات الامن عشان يأمنوا جيري نفسه وبيروحوا على القاعده بتاعتهم وبيعرف جيري منهم ان الزومبي بينجذب ناحيه الاصوات والرصاص بيبطئ سرعتهم مش اكتر ولكن ما بيقتلهمش انما لو الرصاصه كانت في راسهم فبتقضي عليهم تماما وبيروحوا كلهم على اوضه فيها 16 فرد واول واحد فيها كان ظابط اختفى مده بدون اذن وبعدها حد بلغ انه موجود في الحفل بتاعه وفي رغوه طالعه من بقه ولما اتنقل الاوضه دي كان المفروض ميت لحد ما هاجم الدكتور اللي بيكشف عليه وهو كمان اتحول زيه وكل اللي في الاوضه بقوا زومبي ومفيش امل انهم يعرفوا اي حاجه من الضابط المصاب لان الاوضه كلها اتحرقت بالسجلات بتاعتها كمان وان اللي شاف كل ده هو الكابتن اليس اللي كان في نفس الاوضه معاهم وهما بيتحولوا لكن محدش جه جنبه عشان ما ما كانش عندهم وقت ياخدوا بالهم منه وقدروا انه يهرب من الاوضه قبل ما يتصاب وبعدها بيلاقي جيري واحد مجنون قاعد في زنزانه وبيكون تابع المخابرات الامريكيه لكنه اتجنن بعد كل اللي شافه وبيروح له جيري عشان يساله على اللي حصل له وبيلاقيه خلع كل اسنانه عشان لما يتحول لزومبي ما يقدرش يعض او ياذي حد غيره وبيقول لجيري انه لو عايز يلاقي اجابات يروح لفلسطين اللي بنت اسوار عاليه ويتحموا وراها ويسال عن واحد اسمه يورجن وهناك هيعرف اللي حصل وبيصدقه جيري لان مش قدامه غيره وبيطلب من الفريق اللي معاه انهم يتحركوا على القدس فورا وبيبقى لازم يملوا الطياره بالبنزين الاول وبيحاولوا انهم يتحركوا بالعجل لحد الطياره عشان ما يعملوش اي صوت لكن كارن بتتصل بجيري عشان تطمن عليه وصوت الموبايل بيجذب الزومبي ناحيته فبيجروا على الطياره ومعاهم باقي الظباط عشان يزودوا الطياره بالبنزين وبينجح جيري انه يوصل لحد الطياره وبيهربوا من المكان وبيوصلوا لحد مدينه القدس وبيطلبوا الاذن بالهبوط على ارضها وبيطلبوا انهم يقابلوا يورجن وبعد مقابلتهم ليه بيسالوا جيري هو ليه بنى اسوار عاليه وعلى اي اساس صدق ان اللي حصل ده ممكن يحصل فبيقول له ان الطبيعه البشريه ما بتصدقش الخطر الا لما يحصل قدامها وتشوفه وان لو اي حد زمان سمع عن الزومبي كان هيضحك ويتقال على الشخص ده انه مجنون لحد ما الموضوع وصل عنده وصدق ان في يوم هيحتاجوا الاسوار عشان يتحموا فيها وده اللي حصل دلوقتي واهم مثال على كده انهم سنه 1973 كان الاسرائيليين واثقين انهم اقوى جيش في العالم ما حدش يقدر يقف قصادهم لحد ما جه المصريين وهزموهم ومن ساعتها واليهود قرروا انهم يغيروا من طريقه تفكيرهم ويتوقعوا الخطر قبل ما يحصل وبيروح يوري له اللي في الاسوار وانهم بيسمحوا لاي حد بالدخول بمجرد ما يتأكدوا انهم مش زومبي او متعدوش وبيكون كل الموجودين في داخل الاسوار مبسوطين وبيغنوا بصوت عالي وبيكون معاهم مكبرات صوت عاليه جدا وده اللي بيجذب انتباه الزومبي الموجودين بره السور وبيحاولوا انهم يدخلوا باي شكل لحد ما بيعمل الزومبي باجسامهم سلم عالي وبيقدروا يتخطوا السور وبينطوا من فوقه وبيتم اختراق السور وبتحاول القوات انها تقتل كل الزومبي اللي بيدخلوا المنطقه لكنهم بيفشلوا في احتواء الخطر وبياخد جيري باله ان الزومبي بيجروا من جنب راجل عجوز من غير ما بياخدوا بالهم منه ولا كانه موجود وبعدها بيهرب على اقرب طياره هليكوبتر عشان يبعدوا عن المنطقه وبيجروا من خلال ممرات محميه باسياج وحديد لكن كل الزومبي بينطوا عليها وبيدمروها وبيمسكوا ظابط عشان يقتلوه وساعتها الظابط بيفتح قنبله معاه وبتنفجر فيهم كلهم وبيكسب جيري وقت بسيط في الهروب من الزومبي اللي بيطردوه هو واللي معاه وبيظهر قدامهم فيضان من الزومبي بيجتاح شوارع القدس واثناء هروب جيري بياخد باله من شاب صغير واقف وسط الزومبي من غير ما يلمسوه او يحاولوا يهجموا عليه وبيفهم ان في حاجه مميزه في كل واحد بتخلي الزومبي ما يقربوش ليهم زي الراجل العجوز والشاب اللي قدامه وده ممكن يكون مفتاح اللغز وبيهجم زومبي على واحده من معاهم اسمها سيجن وبعد ما بيقتل جيري الزومبي بيقطع ايد سيجن عشان العدوى ما توصلهاش وبيفضل مستني قدامها 10 ثواني عشان يطمن هل هتتحول ولا لا واول ما بيطمن عليها بيروحوا على الطياره بتاعتهم لكن الطيار بيكون اخدها وهرب من المطار فبيلجا جيري انه يروح على طياره ركاب عشان يهربوا من المكان قبل ما يموتوا فيه وبيتصل بتيري عشان يبلغه اللي عرفه ان في ناس مش بتجذب الزومبي ليهم وانه محتاج يعرف ايه اقرب مركز طبي منه عشان يتجه عليه وبعد بعد ما بيعرف تيري مكان جيري من الطيار بيقول على المركز اللي هيروحه واثناء الرحله بيكون في زومبي موجود في خزنه الطياره واللي بيهجم على المضيفه اول ما بتفتح له وبيبداوا يهاجموا الركاب في الدرجه الاولى وبيسمعهم جيري فبيقوم عشان يحاول يفصل ما بين الدرجه الاولى والدرجه الاقتصاديه عن طريق الشنط وبيبلغ كل الركاب انهم ما يعملوش صوت نهائي لكن واحد بيوقع شنطه ناحيه الزومبي بالغلط وبيجذب انتباههم ناحيته وبيبداوا يهاجموهم هم كمان وبيضطر جيري ساعتها انه ياخد قنبله من سيجن ويرميها على الزومبي عشان يعمل فجوه في الطياره تسحب كل الزومبي منها وبيبقى الطيار بيحاول انه ينقذهم على قد ما يقدر وبتنفجر القنبله وكل الزومبي بيقعوا فعلا وبتتدمر الطياره وبيقدر جيري وسيجن انهم يطلعوا بسلام منها وبيتحركوا على المؤسسه الطبيه اللي تيري قال له عليها وبيغمى عليهم هما الاثنين قدامها وبيختفي جيري ثلاث ايام ولان مفيش اي اخبار عنه بيبقى تيري مجبر انه يخلي عيلته يسيبوا السفينه لان ما بقاش لهم لازمه وبيكون جيري في غيبوبه واول ما بيفوق بيلانه متكتف وفي اثنين حواليه عايزين يعرفوا هو مين وقلقانين منه فبيقول لهم انهم يتصلوا من الموبايل اللي معاه هيتاكدوا من هويته ولما بيتصلوا بالموبايل اللي المفروض كارين هي اللي ترد عليه بيرد تيري لانها سابت السفينه وبيفهم جيري ان مراته وبناته سابوا السفينه وبعد ما بيعرفوا مين جيري بيعرفوا على نفسهم انهم المسؤولين عن المؤسسه وبيطلب منهم فيروس قوي قابل للعلاج لكن دكتوره المؤسسه بتقول انهم جربوا ويدوا كل انواع الفيروسات للزومبي وما تاثروش فجيري بيقول لهم ان الفيروس ده مش للزومبي انما ليهم هم البشر لانه بيعتقد ان دي نقطه ضعف الزومبي وانه شاف اشخاص غير مرئيين للزومبي وبيقرروا انهم يسمعوا نظريته ان مش قدامهم غيرها ولكن بيواجههم مشكله واحده وهي ان كل الفيروسات موجوده في الجناح بي واللي مليان زومبي بسبب تحول كل اللي فيه وان الموجود في الجناح حوالي 80 زومبي وفي جسر بيوصل المبنى اللي هم فيه بالجناح بي وهم قافلين الباب نهائيا عشان محدش يعدي منه ده غير ان لازم يكون فيهم واحد متطوع يحقن نفسه بفيروس مميت ويواجه واحد من الزومبي وبيقرر جيري ان هو اللي هيعمل كده وهياخد معاه دكتور المؤسسه لان هو اللي عارف ممرات الجناح كويس ومعاهم سيجن وبيدخلوا للجناح بي وبيمشوا بالراحه جدا عشان ما يعملوش اي صوت. لحد ما بيوصلوا الباب لازم يتفتح وبيعمل صوت قوي بيجذبهم واول واحد بيحاول يهجم عليهم بتقتله سيجن بالرصاص وبتجذب كل الموجودين وبيجروا وراهم لحد ما بيفترقوا وبترجع سيجن والدكتور تاني للمبنى الرئيسي وبيلاقي جيري نفسه قدام المكان اللي عايز يروحه وبيدخل الاوضه اللي فيها الفيروس وبتبقى محميه كويس وبيدخلها بباب مؤمن وبعد ما بياخد الحاجات اللي عايزها بيلاقي في زومبي واقف على باب الاوضه مستنيه يخرج عشان يقتله وما عارف يعمل ايه لحد ما بيقرر انه يحقن نفسه بفيروس ويجرب فكرته عليه بيحقن نفسه باي فيروس قدامه وبيفضل قاعد فتره لحد ما الفيروس بيتمكن من جسمه وبعدها بيقف قدام باب الاوضه وبيفتحها وبيظهر ان الزومبي مش متعرف عليه ولا كانه شايفه قدامه وبتنجح خطه جيري وبيرجع فورا على المبنى الرئيسي وبيفتح مكنه البيبسي عشان كل اللي فيها يقع على الارض وبيجري الزومبي ناحيته وبيمر وسطهم بكل هدوء لدرجه ان واحد فيهم بيخبطه وما بيحسش بوجوده حتى وبينجح في انه يحدد المعسكر البري اللي عيلته موجودين فيه وبيروح لهم بعد ما بيكتشف نقطه ضعف الزومبي وبتقدر منظمه الصحه العالميه إنها بتصنع لقاح تمويه للمعافين وبينتشر في كل العالم وبتستمر الحكومات في قتل وحرق أكبر قدر من الزومبي لأن اللي اتصاب مش هيتعالج وبيحاولوا انهم يحموا البشر من التحول الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون سلام